مشاهدينا نحييكم من جديد. عدنا إلى إنفلونزا الخنازير. كانت معنا منذ قليل في بداية الحلقة وزيرة الصحة دكتورة مها الرباط، وهي نفت تماما وجود ما يمكن أن نسميه حالات كثيرة ومتعددة لإنفلونزا الخنازير، ونفت ما تؤكده نقابة الأطباء من أن الأطباء الذين ماتوا بإنفلونزا الخنازير. طيب، هنواصل النقاش وهنحاول كمان أن نقدم ما هي النصائح التي يمكن أن نقدمها للمواطنين وللعائلات بهذا الصدد. معايا داخل الاستوديو دكتور خالد سمير، أمين عام صندوق نقابة الأطباء. دكتور خالد، أهلا بيك. أهلا وسهلا. دكتور عبد الهادي مصباح، أستاذ المناعة وزميل الأكاديمية الأمريكية للمناعة. دكتور عبد الهادي، أهلا بيك. أهلا يا أستاذ وائل. قبل ما نسمع النصائح منك دكتور عبد الهادي، خليني بس في الجدل الدائر أو يمكن أن نسميه المعركة المحتدمة بين نقابة الأطباء ووزيرة الصحة. وزيرة الصحة كانت معنا في بداية الحلقة، بالتأكيد سمعتها، هي تنفي أن الأطباء ماتوا بسبب إنفلونزا الخنازير، وتهون بالنون من قضية إنفلونزا الخنازير، بينما نهول نحن منها ونسعى للتهويل، ليس من أجل التهويل ولكن من أجل حماية المجتمع. تفضل. هو بس المشكلة الرئيسية اللي موجودة حاليا هو اختلاف المفردات. يعني هو فعلا ما بقاش في حاجة اسمها انفلونزا الخنازير. انفلونزا الخنازير اللي كانت موجودة من 5-6 سنين كانت حاجة بتنتقل من الخنزير للإنسان. النوع اللي موجود دلوقتي هو نوع الانفلونزا المنسوجية اللي بينتقل من الإنسان للإنسان. هل في خطورة على حياة الإنسان؟ ليه 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 مصممين نسميها لغاية دلوقتي انفلونزا الخنازير؟ هو الاسم الدارج اللي مشهورة بيه في مصر، وهو كان أصل الموضوع قبل ما تتحور جينيا وتنتقل من الإنسان إلى الإنسان. فمن الناحية الشكلية هي ما حق، احنا ناس بنتكلم في طب، ما بنتكلمش لا في سياسة ولا في تقييم للوزارة. الوزارة تقييمها على الشعب وعلى مجلس الشعب ان شاء الله لما ينتخب. احنا بنتكلم كطب. احنا لاحظنا بالنسبة للأطباء، وردت إلينا علامات ان في التهاب رئوي غير تقليدي أودى بحياة أطباء ما عندهمش أي مشكلة صحية في خلال وقت قصير، وده بيمشي مع الأعراض اللي احنا عارفينها لمضاعفات الالتهاء، يعني الانفلونزا الفيروسية من النوع اللي ممكن يتطور بالطريقة دي. بلغنا وزارة الصحة من أول يوم. للأسف الشديد كان اتيتيود وزارة الصحة هو إثبات إن العدوى ما جاتش من المستشفى، والتصريحات كانت كده لما زادت الحالات بين الأطباء. ليه يعني هل هنا وزارة الصحة يمكن أن تخفي الحقائق؟ لا، هو طريقة التفكير كانت كده، مش مسألة. أنا ما بتهمش إن هم بيخفوا حقائق ولا حاجة. إحنا كانت الأمور شغالة، لأن طبعا ما نقدرش إن إحنا نطلع بحاجة مرة واحدة من غير ما يكون في عدة حالات أو نخاطب الإعلام. فإحنا بنخاطب الجهة المسؤولة في الدولة. إحنا يعني تابعين للدولة لكننا منظمة غير حكومية اللي هي نقابة الأطباء، وفي جهة تنفيذية تابعة للدولة. فلما زادت عدد إصابات الأطباء إلى 9 حالات ووصلت حالة الوفيات إلى 4 وبقت 5، خطبنا وزارة الصحة رسميا بضرورة تشكيل لجنة فورا لبحث الأسباب، لأن إحنا من خبرتنا إن طالما الأطباء كده هيبقى فيه عشرات الأضعاف في المرضى. للأسف برضو كانت مهمة وزارة الصحة ساعتها طريقة التفكير هو محاولة إثبات إن الأطباء دول ماتوا من أشياء أخرى، رغم إن إحنا كأساتذة في الجامعة وكاستشاريين و كل نقابة الأطباء يعني فيها 50,000 أستاذ جامعي وفيها من الاستشاريين. طيب يعني خليني في الجزء ده كده أخد الدكتور عمرو أنديل رئيس الطب الوقائي بوزارة الصحة. دكتور عمرو، أهلا بيك. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك دكتور عمرو. وفقا للي بيقوله دكتور خالد سمير هنا، يعني وكأنه وزارة الصحة لكي تعفي نفسها من المسؤولية ولكي لا تلصق بها المسؤولية، فهنا فأما نخبي وأخفي وفي النهاية ينتشر المرض. يعني لماذا لا نعترف بوضوح وبشفافية وبقول إن في 5 أطباء ماتوا من بين 9 أصيبوا بإنفلونزا الخنازير؟ فكانت كل مهمتكم إنه إلحق يا جدع، تعالوا ننفي حتى لا تتهم وزارة الصحة ولا تتهم المستشفيات في سمعتها. لماذا؟ طيب بص يا أستاذ وائل، طبعا يعني أنا بحترم حضرتك جدا والبرنامج. اول حاجه كل حضرتك، انا ما سمعتش طبعا عشان مش قدام التلفزيون اللي قاله الدكتور خالد، بس كل الكلام ده ليس له اي اساس من الصحه بدليل حقائق محدده. لا، ما سمعوش. اول حاجه حضرتك، احنا وزاره الصحه عملت 3 مؤتمرات صحفيه، واحد يوم 16 يناير والتاني كان من 10 ايام والتالت كان النهارده. وزاره الصحه ما
معالي الوزيرة وأنا والمتحدث الرسمي يوميا في القنوات بنقول أعداد الحالات. حالات حكاية وفيات الأطباء إن في 3 أطباء توفوا من H1N1، هذا الكلام ليس له أي أساس من الصحة، وحتى هذه اللحظة لا يوجد أي طبيب توفي من H1N1. الإحصائيات كلها اللي موجودة يعني الأطباء تمام. الأطباء هيفشلوا في تشخيص حالاتهم وحالات الوفاة؟ ده كان معنا ست بتقول إذا كان ده بيحصل للأطباء وما لا يحصل لنا إيه؟ ايوه بالظبط كده يا فندم. فعشان كده بقول لحضرتك مفيش حاجه اسمها احنا عملنا لهم تحليل يا فندم. الاطباء اللي توفيوا بحاجات اخرى بامراض اخرى وليس من H1N1، عشان احنا عملنا لهم تحاليل فقط. الاطباء اللي جالهم H1N1، والاطباء اولا هم شريحه من فئه المجتمع، فزي ما المجتمع ممكن يحصل فيه اصابات فممكن طبعا يحصل اطباء اصابات، وبالعكس هم اكثر عرضه من غيرهم عشان هم بيتعاملوا مع حالات مرضى. الطبيبين فقط اللي جالهم H1N1 هو واحد من الشرقيه وموجود دلوقتي في وحده الدكتور شريف مختار، والثانيه دكتوره من القليوبيه وحضرتك شوفيت وهي حاليا في بيتها. دول الاثنين اطباء. الخمس اطباء الاخرين اللي هم حصل لهم وفيات اللي بيقولوا فيهم 3 من H1N1 حضرتك دول ليسوا مرضين بال H1N1. بعدين لو حضرتك هم عندهم H1، طب ما احنا هنقول، طب ما هي وزاره الصحه بتقول حضرتك حكايه ان ما فيش اجراءات يا فندم نقول الحق بقى والكلام دوت، لا اجراءات وزاره الصحه بتعملها يا فندم. طب نقابه الاطباء هتقول ليه كده يا دكتور؟ انا مش عارف حضرتك، انا والله حضرتك يا فندم، انا استاذ وائل ما هو ده اللي انا بصراحه، انا طبيب قبل ما اكون في مكان دوت انا طبيب، انا مش عارف نقابه الاطباء بتعمل كده ليه؟ هل ده لمصلحه مين حضرتك؟ طب خلينا اسال دكتور مين؟ دكتور خالد يعني هل لمصلحه مين الكلام ده؟ ما انا عايز افهم يعني. اصل انا مش معضله يعني، هنا لازم افهم الاطباء ماتوا بإنفلونزا الخنازير ولا لا؟ انا زي ما قلت لحضرتك أيوة. نقابه الاطباء عمرها ما قالت كلمه انفلونزا خنازير، هي بتقول ان احنا لاحظنا التهاب رئوي غير تقليدي يودي بحياه الاطباء في خلال 3-4 ايام دون وجود اي سبب او مبرر. احنا نعتقد ان هو نوع من الفيروسات بيحصل منه مضاعفه بكتيريه بتودي بحياه المرضى، وبلغنا وزاره الصحه في مكتبات رسميه عندنا نسخها ممكن ننشرها يعني. دي حاجه. وزارة الصحة بتتكلم حاجة بعيدة عن الواقع خالص، هي بتتكلم على ايه؟ هو الكلام اللي بيقوله الدكتور عمرو صحيح من حيث الورقيات، لم يتم فصل الفيروس من هؤلاء الأطباء، لكن هو ما تقدرش تقول هم ماتوا من ايه؟ يعني هم بيحاولوا ان هم بس هذه الأعراض يعني كان معايا الدكتورة ياسمين زوجة الدكتور أحمد عبد اللطيف اللي مات، فبتقول هي اعراض انفلونزا خنازير طبعا. وتأكدت بعد كده بعد انتشار الموضوع بين المواطنين العاديين وحصول وفيات، وابتدت وزارة الصحة متأخرة شوية. احنا الحمد لله بنقدر نعلن وبنطمن الناس النهاردة، وده دليل على نجاح الوقاية، ان احنا بقالنا اسبوعين لم تسجل اصابات بين الاطباء. هذا خش اي مستشفى النهاردة نتيجة ان احنا اشتغلنا من اول يوم بالكمامات وعملنا الوقاية. كلمنا النقابات الفرعية وابتدينا الوسائل على قد ما بنقدر في صفحات التواصل الاجتماعي وعن طريق الفاكسات مع النقابات الفرعية. الاطباء كلهم خدوا حذرهم، النهارده ما فيش ولا اصابه وتوقفت حالات الوفيات بين الاطباء، واللي موجودين كانوا مصابين من الاول اللي هم اللي موجودين في الرعايات المركزه 2. تاخر اعلان هذا للناس ان هم ياخدوا الوقايه هو اللي تسبب شويه ان في دلوقتي اصابات، لكن طيب. احنا بس للالتهاب الرئوي غير التقليدي اللي حضرتك بتتكلم عليه ده، معناه لما تبقى الحالات واحده ومتشابهه في الغالب طبعا، في الغالب ان هم توفوا نتيجه هذا الموضوع، يعني في الغالب ان هم اصيبوا باحد فيروسات الانفلونزا وحصل مضاعفات، لان طبعا كل الاطباء دول خدوا مضادات الفيروس، فحتى احنا عندنا يعني ممكن حضرتك تاخد الدواء بس يكون حصلت المضاعفات والفيروس نفسه انتهى من الجسم، هم ما اتخدش منهم عينات ولا تعمل لهم تحاليل في ساعتها يعني الاطباء دول. ولذلك بستغرب ليه بيقولوا احنا متاكدين 100% رغم ان هم ما اتخدش منهم عينات. طب انت متاكد ازاي يا دكتور مع انك ما خدتش عينات دكتور عمرو؟ استاذ وائل اتفضل. استاذ وائل يا ريت حضرتك تديني يعني استسمحك تديني فرصه عشان ارد على كل حاجه. طب اتفضل. مع احترامي انا حضرتك تخصصي صحه عامه، وانا تخصصي صحه عامه معايا دكتوراه في الصحه العامه، وحضرتك عضو في لجنه اللوائح الصحيه الدوليه في جنيف ومنظمه الصحه العالميه من ضمن 12 واحد، ده تخصصي يا فندم بتكلم فيه. اول حاجه حضرتك ان احنا ما خدناش عينات، لا خدنا عينات. الدكتور حضرتك اللي هو الدكتور احمد عبد اللطيف اللي هو توفى بتاع القليوبيه ده توفى من ميكروب اسمه ميرسا، ده رقم واحد. رقم اتنين الدكتور اللي توفى تاني اسمه لا ميكروب اسمه ايه؟ بيتكلم في موضوع تاني خالص، ان هو مات بالتهاب رئوي بكتيري، اللي انا بقوله نفس اللي انا بقوله بس من وجهه نظر مختلفه، هدفها ان احنا نقول ان ما حصلش، وده مش موضوعنا. ننسى موضوع الدكاتره خالص ونتكلم في المواطنين دلوقتي، ننسى موضوع الخلاف. طب خلينا نديله الفرصه. تمام اتفضل يا دكتور. استاذ وائل لو حضرتك سمحت
لي عشان انا حضرتك اتكلم ادي فوق لما كان حضرتك اقفل وحضرتك وايه وبعد كده بكلم حضرتك براحتي افهم لك الموضوع. طب اتفضل اتفضل. عشان بيقول مفيش فيروسات ومفيش عزل ومحللوش. اول واحد يا فندم دوت احمد عبد اللطيف توفى ميكروب ميرسا. ثاني واحد الدكتور اسامه راشد ده حضرتك كان عنده ميكروب واتاخد منه عينات مسحات وفي جامعه المنصوره يا فندم حاجه بره وزاره يعني مش تبع وزاره الصحه وطلع الميكروب اللي عنده بكتيريا الايكولاي. الثالث يا فندم اسمه ابراهيم ده عنده 69 سنه وطبيب عنده 69 سنه وعنده سكر وعنده فشل في الكبد وحضرتك كان عنده التهاب رئوي واتاخد منه مسحات وجات سلبيه وبرده كان محجوز في المنصوره. الرابعه يا فندم دي دكتوره من مش عاوز اقول اسماء اطباء يعني دي دكتوره حضرتك من الدقهليه وحضرتك دي كانت عندها حمل في الاسبوع ال 38 وكان عندها تسمم حمل وحضرتك الوفاه بتاعتها نتيجه جلطه في الرئه. الخامس يا فندم دكتور من القليوبيه وحضرتك كان بيعالج من ست شهور ان هو عنده تضخم في عضله القلب كارديوميوبسي وتوفى بمرض في القلب واتحجز في مستشفى المقاولين. دول الخمس اطباء اللي احنا بنتكلم عليهم فعشان انت معاك عارف ان انا حافظ التسلسل بتاعهم كلهم ومتابعين حالات الاطباء كلها. حكايه بقى ان احنا دلوقتي ما فيش حالات عشان نقابه، انا مش هتكلم عن نقابه انا هتكلم عن وزاره الصحه عشان ما خدتش اجراءات، لا انا احب اكد على حضرتك ان وزاره الصحه واخده اجراءات شديده جدا يا فندم وبتطبق في يعني وفي كل المستلزمات بتاعت مكافحه العدوى من الماسكات والحاجات دي والمستلزمات كلها موزعه على المستشفيات. احب اكد لحضرتك تاني ان التامي فلو اللي هو علاج الحالات موزع على جميع المستشفيات الحكوميه كلها على مستوى مصر كلها من اول اسوان لحد حضرتك يعني اسكندريه ومرسى مطروح كل المحافظات. الحاجه اللي اكد عليها اللي بعد كده حضرتك عملنا كل اجتماعات مع كل مدير المستشفيات مدير مستشفيات مصر كلهم وحضرتك مع كل وكلاء الوزاره في المحافظات كلها وعرفناهم ايه الاجراءات كلها وبيطبقوا هذه الاجراءات. حضرتك ادينا تطعيم الانفلونزا الموسميه بس عشان نقول وزاره الصحه عملت ايه؟ الانفلونزا الموسميه لجميع الاطباء وهذا الطعم بيعطى سنويا من سنه 2009 لجميع الاطباء الفريق مش الاطباء بس الفريق الصحي اللي بيعمل في جميع المستشفيات. الكلام ده ليس له اي علاقه بالواقع. بيتكلم عن خلينا اللي في الرعايه المركزه بس دكتور عمرو بتقول سريعا يعني عشان الوقت سريعا يعني ده زي ما يكون بنقرا من كتاب مش يعني بنقول الواقع. الحاجه الثانيه يا فندم حاجه غريبه جدا يعني. يا ريت يا دكتور خالد يا فندم انا ممثل الاطباء مش حضرتك. انت حضرتك بتقول لي ان الاطباء جميعا في مصر تم تطعيمهم. الكلام ده غير صحيح. انا طبيب ايه بس ومش طبيب ايه يا جماعه لازم يكون في عقل شويه في الكلام. هل تم تطعيم اطباء مصر كلهم يا دكتور عمرو؟ انا بقول لحضرتك ايه الكلام ده وانا على مسؤوليتي ده ما حصلش. الكلام ده ما حصلش طبعا. الدواء والامصال ابتدت توصل اول امبارح المستشفيات لغايه 3 ايام فاتوا وزاره الصحه كانت ترفض تماما التكلم في الموضوع. احنا يا جماعه لازم نقول الناس برضو عندها عقل وشايفه وسامعه الكلام والبيانات موجوده. لغايه 3 ايام فاتوا الوزاره رافضه رفض تام الكلام في الموضوع. احنا بقالنا شهر في مكاتبات موجوده ومؤرخه انما نقول ان احنا طعنا اطباء مصر. طب نسمع حضرتك انت بتعمل مكاتبات يعني لازم يكون في كلام معقول بيتقال. انت بتعمل مكاتبات يا فندم لكن احنا بنشتغل في ارض الواقع يا فندم وبقول حقيقه. يمكن انت يمكن بتعمل مكاتبات واحنا بنشتغل. ما هو بيقول لك انا في نقابه الاطباء مسؤول عن الاطباء. انا متحدث باسم اطباء مصر مش حضرتك. لا يا فندم حضرتك انا متحدث باسم مصر كلها. طيب انت متحدث باسم كلها رب مصر كلها ربنا يكرمك. يا فندم فيما يخص الصحه اما اخلص كلامي يا فندم ما تاخدش نص كلمه. فيما يخص الصحه من الناحيه الوقائيه يا فندم حضرتك بتقول ان انا اتطعمت. ما انا دكتور اهو قاعد وانا مش من اطباء مصر يا ناس. انت ما اتطعمتش. لا اله الا الله وبشتغل في الرعايه المركزه برضه. يا لا اله انا طبيب في مصر يا دكتور عمرو. يا دكتور دي بس فرصه ما اكمل. ما تخلينا يا دكتور عمرو يعني مش ما فيش يعني خلاص تجاوزنا فكره تجميل الصوره. اذا كان في اخطاء ما نقول يا جماعه في اخطاء وبنحاول ان نعالجها ونتفاداها. استاذ وائل استاذ وائل انا بس عشان الكلام انا بقول حضرتك ان احنا بنتكلم باسم الطب الوقائي للمصريين كلهم مش من اطباء بس وانا عشان ده وظيفتي في وزاره الصحه انا بتكلم باسم. طب هو بيتحفظ على انه انت بتقول لحضرتك ان هو بيتحفظ على انه تم تطعيم الاطباء وبيقول انه وزاره الصحه ما كانتش معترفه بالموضوع اصلا. لا اقول يا استاذ وائل بقى حضرتك اقول يا استاذ وائل. بص يا استاذ وائل انا هسال بس الاستاذ دكتور خالد حضرتك وحضرتك نسال ان احنا من انا بقول لحضرتك من سنه 2009 من 2009 يعني القصه دي مش من 3 ايام من 2009 سنويا انا وانا بقول الكلام اللي انا بقوله سنويا بيتم توزيع طعم الانفلونزا الموسميه على الفريق الصحي في مستشفيات الحميات والسطر وعلى الفريق الصحي في الرعايه المركزه في مستشفيات وزاره الصحه مجانا. وسنويا جميع الاطباء فيما يخص الحاجات الاخرى اجراءات الوقايه تطعيم الالتهاب الكبدي الفيروسي بيه برضه بنديه الفريق الصحي كله. فن من الاجراءات اللي احنا بنقولها ده الكلام دوت اللي انا بقوله حضرتك اللي بنقولها فعلا
الكلام حضرتك صح كده اللي بنقوله اللي بيتعمل في المستشفيات، ودي حاجات واقعيه. وحضرتك في حاجه يعني برضو في مصر احنا بندعو حضرتك على حساب حضرتك، وانا بدعو الدكتور خالد اهوت ما قدام مع حضرتك ان هو يجي يشرفنا في الوزاره ويشوف الاجراءات وينزل معانا يشوف المستشفيات هل الكلام ده حصل ولا مش حاصل. بس عشان طب خليني خليك معايا بقى واسمع تعليقه عشان انا بس عشان خاطر مصلحه المواطنين والمصريين خلينا ننسى موضوع الدكاتره خالص اللي دايما بيتكلموا فيه ده. لا ما هو لما الدكاتره يموتوا طب المواطنين يحصل لهم ايه؟ احنا وصلنا الامور من شهر فات واترفض الكلام من شهر. طبعا الدكتور احمد عبد الفطيح توفي 27 او 28 ديسمبر، تاني يوم بعتنا على طول لوزاره الصحه عشان نبحث الموضوع. طب وليه لماذا لم ننتفض من بعد كده؟ حاولنا تشكيل لجنه مشتركه بين وزاره الصحه بعدها باسبوعين لما عدد الاصابات وصلت ل 9 و4 وفيات، كلمنا وزاره الصحه ان احنا من لجنه مشتركه ونمدهم بكل الخبراء من الجامعه ومن كل حته ان احنا نتحرك ونبتدي الاجراءات الوقائيه، ووزاره الصحه تعمل يعني توعيه للناس عشان ما ينتشرش بين يعني نلحق نحصر الموضوع. لكن ما كانش فيه اي يعني اعتراف بان في مشكله، وفضلنا لغايه ما بقت المشكله وزاره منظمه الصحه العالميه اعلنت قالت 14 لا ما اعلنوش، ابتدت وزاره الصحه تتكلم في الموضوع والرقم طلع من 14 ل 18 ل 25 في يومين. لكن ده مش مشكلتنا احنا، 25 25 اصابه وفاه في المواطنين في مصر في المواطنين ده بخلاف الاطباء ولا مع الاطباء؟ لا هم مش معترفين في طبعا وفيات كتير، هم بيعترفوا بالوفيات التي يتم فصل الفيروس منها. يعني برضو عشان نقول للمواطنين تفكيرهم ازاي، هما بيتكلموا كلام مش غلط، هو بيقول لك انا مش هعترف باي حد ان هو عنده مات بهذا المرض الا لو انا استطعت فصل الفيروس او الاجسام المضاده بالتحليل. طيب مفصل يعني الفيروس اهم حاجه وشوف. اهم حاجه الورقيات عنده، لكن ان انا عندي مثلا حاجه ملاحظه بين المرضى وابتدى الناس مثلا في مشكله، وممكن ان احنا بسهوله جدا جدا تتمنع مجرد اجراءات وقائيه، والدكتور طبعا يعرف اكتر مني في هذا الموضوع، يعني تتمنع بنسبة 99% من الإصابات ونمنع كل المضاعفات. لكن إحنا ماشيين كأننا بننفذ حاجات بنقولها ورقيات، واللجنة تجتمع وطلع بتاع وخدنا عينة وبعتناها هنا وبعتناها هنا، والمريض زي ما قال الأخ بتاع المنوفية لا خد الدواء وبيموت وكلام. لا إحنا مش هنستنى تحاليل، أي واحد عليه الأعراض يتوجه للطبيب، في مشكلة بيتقله وعلى طول يلبس الماسك يتعزل، ممكن في البيت مش لازم يتعزل في المستشفى طالما حالته كويسه ما عندوش مضاعفات، حصل مضاعفات بيتعزل في مستشفى الحميات، لكن من اول مره يعني شكينا فيه ياخد الدواء على طول، ما نستناش نبعت 4 5 ايام يكون المريض تدهور فيهم. ده اللي احنا بنقوله وده اللي عملناه على الدكاتره وده اللي نجح، وبقالنا اسبوعين ما فيش ولا اصابه بين الدكاتره وتوقفت تماما الموضوع. تقصد لو كنا بدانا ده من شهر؟ طبعا لو كنا بدانا كل دول العالم لا بتقفل مدارس ولا اي حاجه، بتطلع الناس المسؤولين فيها يخبروا الشعب ان في اشتباه، مش حاجه قبل اول حاله، بس اول حاله تظهر فيها اشتباه بيطلعوا يقولوا والله يا جماعه احنا عندنا اشتباه، الاجراءات الوقائيه بسيطه 1 2 3 4، ويكلموا المدارس توعي والجامعات توعي وهنا يوعي والاعلام يوعي، وفي ظرف اسبوعين ثلاثه بينتهي الموضوع. طيب دكتور عمرو في تعليق اخير عشان اسال بقى دكتور عبد الهادي هنا، يعني لو اخذتم هذه الاجراءات والخطوات منذ شهر حينما ابلغت نقابه الاطباء عن انه عندهم كان يمكن انقاذ البشر، يعني هذا التأخير ادى الى وفاة البعض. يعني استاذ وائل انا بس اقول حاجه الحقيقه كده عشان كل الساده المشاهدين معاك يبقوا كده منطقيين في التفكير بتاعنا ما نقول ابلغوا. هو مين يا فندم اللي عنده منظومه ترصد بتاعه الامراض المعديه على مستوى مصر وبيعرف انواع الانفلونزا؟ هل نقابه الاطباء ولا وزاره الصحه؟ وزاره الصحه يا فندم عندها منظومه ترصد. حضرتك مين حضرتك لما جه حصل انفلونزا طيور قال في انفلونزا طيور؟ خط الاطباء اللي عندها نظام ترصد ولا وزاره الصحه يا فندم؟ عشان بس يبقى الناس تسمع. حضرتك يا فندم احنا عندنا نظام ترصد بنكتشف الامراض وبنترصد الامراض، مش هم اللي بلغوا وزاره الصحه يا فندم. احنا عارفين الحالات اللي موجوده عندنا وبنترصد، واحنا حضرتك لما بيقولوا من اكتوبر انا بقول لك في شهر، يعني مثلا على سبيل المثال انا عارف ان عندي في شهر خلال شهر اكتوبر اللي فات، انا هقول لك اهو قبل ما اقول لك ديسمبر، انا بقول لك في شهر اكتوبر كان في عندنا 10 حالات H1N1 في شهر اكتوبر اللي فات. قبل شهر ديسمبر، حضرتك في شهر نوفمبر قبل شهر ديسمبر اللي هو بيقول حضرتك الدكتور خالد عشان يبقى عارفين مين اللي عنده. طب ما خدناش اجراءات ليه يا دكتور؟ يا فندم بناخد الاجراءات، امال انا بقول لك ده كله ايه يا فندم؟
اللي انا بقوله ان انا بقول لحضرتك ان الدواء موجود، الدواء اللي بس استاذ رائد انا عاوز اقول اخر حاجه بس عشان ايه، الدواء حضرتك اللي احنا بنقوله العقار التامي فلو موجود، المستلزمات كلها موجوده في المستشفيات من سنه 2009 وزاره الصحه تاني بالطعم الفريق الصحي في حضرتك لما تروح المستشفيات هتلاقي موجود متعلق على في الاستقبال وفي العيادات الخارجيه وفي العيادات المركزه جدول بسيط جدا كده عشان الدكاتره عم نعلم كل دكتور او نقول لكل دكتور اما يجي لك اي عيان تتعامل معاه ازاي، كل الاجراءات دي يا فندم موجوده. وعلى فكره يا فندم لو دخلت لو هو الدكتور خالد دخل موقع وزاره الصحه معروف موقع وزاره الصحه لاي حد هيلاقي كل الاجراءات دي موجوده على موقع وزاره الصحه ومش من شهر حضرتك ديسمبر ده حضرتك موجوده بقى لها سنه الاجراءات الوقائيه كلها وبنجددها كل شويه موجوده على موقع وزاره الصحه منشوره في المستشفيات كلها كل ده مش الحاجه الثانيه نعمل لجنه مشتركه يا فندم اما احنا وزاره الصحه بتقعد مع منظمه الصحه العالميه المكتب الاقليمي في جنيف حضرتك بنقعد مع المكتب الاقليمي في الشرق المتوسط مع مكتب مصر مع بتوع مركز مكافحه الامراض في اتلانتا في امريكا ومع سادة الجامعات يبقى احنا كده بنشتغل بس لوحدينا وزاره الصحه لا يا فندم كل الكلام ده للاسف هو مقصود بيه حاجات اخرى حاجات انا ما اعرفهاش بصراحه بقى الكلام اللي اعتقد الناس المشاهدين ايه الحاجات الاخرى يعني نقابه الاطباء انا مش عارف هو في بتطمح في ايه من الضغط هو في يا فندم نوع دلوقتي اللي انا بصراحه انا للاسف يعني ما حصليش شرف وما اعرفش الدكتور خالد قبل كده ما شفتوش بس بصراحه اللي بيحصل بهذه الصوره بيقول ان في يعني حاجات هيدن اجنده ويقول الاول قلنا في اصابات ووفيات في الاطباء بعد شويه لا مش مهم الاطباء ما فيهمش اصابات لا طب هم ما بيقولوش اصل لازم نعزل فيروس مين اللي قال يا فندم نعزل فيروس ما فيش حاجه اسمها تشخيص فيروس انفلونزا لا يا فندم بنعزله عشان نتاكد في ميوتيشن ولا لا واعلنت وزاره الصحه النهارده انها عزلت الفيروس وتاكدت ان مفيش ميوتيشن في الفيروس الجديد ده غير الاجسام المضاده لو حضرتك ما تعرفش الكلام ده يبقى في مشكله حضرتك تخصص حضرتك ايه؟ انا جراحة صدر طب حضرتك جراحة صدر حضرتك الفيروس بيتعزل بنشخصه زي احنا بنعزل الفيروس ولا بنشخص يا فندم؟ لا يا فندم بيتعزل عشان تعرف الاسترين الموجود في ميوتيشن ولا لا؟ اخلص كلامي يا فندم اخلص كلامي يا دكتور خالد بعد اذنك دكتور خالد التشخيص يا فندم بيتعمل بحاجتين يا فندم بناخد مسحه من الحلق ومسحه من البلعوم حضرتك والمساحات ديت بتتعمل بنعملها بتحليل الإلايزا وتتحلل بعد كده عشان نعرف التركيبه الجينيه بتاعه الفيروس حضرتك بيتم عزل الفيروس وحقنه اهو بيتم عزل الفيروس اهم حاجه بقى يا استاذ وائل اقول لك بقى النتائج طلعت ايه عشان دي حاجه حضرتك لازم مهم جدا تعرفها هل احنا داخلين عندنا في مشكله ولا لا النتائج يا فندم المبدئيه بتاع التحليل الجيني بتاع الفيروس اللي عملتها معامل منظمه الصحه العالميه المعتمده المعامل الاقليميه في النمر 3 طلعت حضرتك اربع حاجات اول حاجه قالت ان الفيروس اللي موجود دلوقتي H1N1 هو مطابق لنفس الفيروس بتاع سنه 2009 رقم 2 قالت لك مفيش اي تحور في الفيروس ده عن 2009 رقم 3 قالت الفيروس ده اللي موجود هو نفس اللي موجود في طعم الانفلونزا الموسميه رقم 4 قالت هذا الفيروس اللي موجود يستجيب دكتور عمرو حضرتك بتتخذ اجراءات ليه دلوقتي ليه بتقول للناس خلي بالكم بتقول لهم حاجات توعيه دلوقتي طالما مفيش مشكله عشان الانفلونزا بصفه عامه يا دكتور طب ليه ما عملتش الكلام ده لما قلنا لك ان في ناس في اشتباه فيهم وعندك 10 حالات في شهر اكتوبر انت مش سالتني يا دكتور حضرتك هتتكلم يتكلم انا مش سالتني اكلم ما احنا مش عايزين نتكلم احنا عايزين نشتغل ونعمل هنفضل نتكلم والناس بتموت والله يا فندم انت تخليك في العمل النقابي بتاع حضرتك وتسيبنا احنا نشتغل صدقني لو عملت كده حضرتك ماشي يا دكتور ما تخلينا كلنا نشتغل مع بعض يا دكتور يعني نشوف يعني احنا النهارده في حوادث ارهابيه يا استاذ وائل احنا عاوزين للناس هل احنا نريد وعي ام نريد زعر؟ هل احنا نريد وعي ام نريد زعر؟ لا ما يا دكتور اذا فزاعه الزعر ان انتوا هتخوفوا الناس يبقى بديلها ان احنا نخفي رؤوسنا في الرمال ونقول للناس كل شيء تمام ومفيش لا مش احنا يا فندم لا مش احنا احنا بنقول يا فندم ان اي حد عنده اعراض انفلونزا يا استاذ وائل وانا باكد على كده ان اي حد عنده اعراض انفلونزا ويكون عنده عامل من عوامل الخطوره اللي هي واحده تكون حامل طيب. حد يكون عنده سمنه مفرطه حد يكون عنده امراض مزمنه في الجهاز التنفسي او في القلب حد يكون عنده ارتفاع في السكر كبار السن يتوجه فورا الى اقرب مستشفى هي القضيه اللي ممسوكه دلوقتي يا دكتور اللي بيقولوا لك دكتور خالد طب انت بتاخد اجراءات دلوقتي ما خدناهاش ليه حينما نبهت نقابه الاطباء لذلك منذ شهر وقالت لكم الحقوا في حالات التهاب رئوي غير تقليديه لا انا هسال سؤال حضرتك
لا يا فندم، نقابه الاطباء ما نبهتش يا فندم ولايات الكلام ده خالص، مش بكلم على كده، احنا بناخد اجراءاتنا على هو هسال سؤال يا دكتور، يا دكتور خالد وحضرتك، هو حضرتك احنا لما طعمنا مثلا الاطباء السنه اللي فاتت قبل السنه دي خالص في 2012 حضرتك بالانفلونزا الموسميه، ده مش اجراءات حضرتك بناخدها، لا بنطعمه في 2013، ده مش اجراء، اجراءاتنا يا فندم بتتاخذ على مدار العام، اجراءاتنا بتتاخذ على مدار العام من ناحيه ثلاث حاجات، اول حاجه اجراءات مكافحه العدوى جوه المستشفيات، رقم 2 حضرتك التوعيه للفريق الصحي، رقم 3 التشخيص بتاع التشخيص بتاع الحالات هو الرصد بتاع الحالات والترصد. طيب. دكتور انت كنت عايز تسال سؤال اخير، بتقول انا بقول بس يعني هو احنا هنعتبر ان احنا غير متخصصين وان احنا ما نعرفش ايه اللي بيحصل في المستشفيات، وزمايلنا ما بيشتكولناش ولا بيبعتوا لنا ولا لينا نقابات فرعيه ولا لينا لجان نقابيه في كل المستشفيات ولا اي حاجه. انا النهارده جالي مواطن لوزاره الصحه زي ما واحد يشوف عربيه واقفه في الشارع يشك ان فيها قنبله، يروح لوزاره الداخليه يقول لها في مشكله، تقول له انت مالكش دعوه احنا عندنا اجهزه ترصد، ده احنا النظام علينا، تعالى شوف احنا بنجتمع مع مين اللي قال كده، ولا تروح تتحرك عشان تعمل حاجه. انا بضرب مثال بسيط يعني، هو احنا اللي عندنا ولا احنا اللي عندكم، احنا حاجه واحده، احنا جزء من الدوله، هدفنا المواطن. انا شفت انت شفت مش مشكله، لازم نتحرك مع بعض وبنعرض مساعداتنا، ده كل اللي عملناه، ما اخطأناش ولا اجرمنا، نتهم ان احنا لينا اجندات خاصه ونتهم ان احنا بنعمل حاجات مش عشان المواطن ولا عشان الصحه، لا ده عشان الاجندات. انتوا هو مع هم بيربطوا بقى بالكلام ده بين المشكله بتاعت ان الاطباء عاملين اضراب بقالهم فتره علشان فشل المفاوضات او عدم وجود مفاوضات مع وزاره الصحه، يعني احنا لما نشوف غلط ما نتكلمش. وائل استاذ وائل، استاذ وائل مش عارف يعني ايه المنطق. اتفضل دكتور. استاذ وائل بص يا استاذ وائل، تعليق اخير يا دكتور اتفضل. ده تعليق اخير خالص استاذ وائل، تعليق اخير دكتور خالد، نفسي نفسي في اي حاجه ما ناخدش كلمه واحده وروح معلقين، قال لك ايه لما يكون في قنبله وزاره الصحه تقول بنترصد. اوكي احنا ما قلناش كده يا فندم، قلت بترصد، قلت بنشخص، قلت بنعالج، قلت بنعمل اجراءات، قلت فما تاخدش كلمه نفسي كده في اي حد ما يكون عشان الساده المشاهدين اما يسمعوا كلام يعقوب، مش بنترصد بس، لو قلت بنترصد بالمرض ومش من النهارده ومش من شهر ديسمبر، ده حضرتك من سنه 2006 من ساعه انفلونزا الطيور، وفي 1999 بدانا نظام الترصد في مصر في الانفلونزا، رقم 2 بنشخص الحالات يا فندم، ودلوقتي بقى عندنا امكانيات، اما خلص بس اسوي الحته دي، بقى عندنا امكانيات نشوف نعرف ان في نشخص انفلونزا كمان نعرف فيروس الانفلونزا، فاحنا عندنا قدره تشخيص، بنعالج ان احنا موفرين الادويه، ادويه التامي فلو اللي حضرتك كان زمان في وقت الجائحه اتهمنا ان وزاره الصحه جايبه حاجات، والقصص اللي حضرتك يا استاذ وائل فاكر اكيد زمان حضرتك سمعت عليها في الوقت دوت، فحضرتك الوزاره بتعمل لقدام يا فندم، وفي خطط محطوطه في الطب الوقائي لمواجهه كل هذه، مش ترصد بس يا فندم، الترصد ده جزئيه. طيب. من الحاجات. دكتور عمرو قنديل مسؤول الطب الوقائي بوزاره الصحه، الف شكر. طيب دكتور عبد الهادي مصباح هنا، انصح الناس يعني في اطار هذا الجدل بين وزاره الصحه ونقابه الاطباء، ما فيش جدل يا استاذ عمرو، في مشاكل موجوده وعايزين نحلها. خليني اوضح بس المساله، لان الحقيقه انا شايف ان في ايه يعني يعني سوء فهم بين الطرفين. لا مش في سوء، في معركه حقيقيه في اتهامات يعني من وزارة الصحة، مش شايف انهم لهم اهداف خاصة، ان ليها لازمة الحقيقة المعركة دي خالص. يعني نمرة واحد، ان ليس هناك جائحة او وباء، وليس هناك شيء اسمه انفلونزا الخنازير، خلاص دي انفلونزا موسمية. انفلونزا الخنازير كانت موجودة 2009، تحورت، غيرت جيناتها، غيرت بطاقتها الشخصية، ثم اصبحت انفلونزا موسمية. التطعيم اللي تم تصنيعه هذا العام يحتوي على هذا النوع من الانفلونزا اللي هو ال H1N1 2009، يحتوي على H3N2، يحتوي على البي. يبقى اذا ما فيش حاجه، الانفلونزا كل سنه بتصيب في الولايات المتحده الكثيرين، وبيدخل المستشفى منها حوالي 380,000، وبيموت منها من 3 الى 36,000 كل سنه في الولايات المتحده، الانفلونزا الموسميه العاديه. ليس معنى هذا انه ان انا اسيب الناس تموت، لا، بس تعالى بقى نشوف ايه الفرق في المساله، لان الحقيقه انا سمعت كلام من الدكتور عمرو وسمعت كلام من الدكتور خالد. الكلام بتاع الدكتور خالد دوافعه طبعا منطقيه وسليمه، انه الدكاتره يجب ان هم يحموا او يتم حمايتهم من التعرض للعدوى،
ومش الدكاترة بس، الناس الكتير اللي هم بيتعرضوا اللي هم بنقول عليهم الهاي ريسك جروبس او الاكثر تعرضا للخطورة. طب هل الانفلونزا تموت؟ الانفلونزا العادية الموسمية تموت. ايه المشكلة بقى في الصحة ان هم يعني الانفلونزا العادية تموت؟ طبعا تموت، طبعا الانفلونزا العادية ممكن تموت. وعلى فكرة الاسبوع اللي فات انا معايا التقرير بتاع اخر اسبوع في يناير في الولايات المتحدة. شوف بقى حضرتك، يعني انا برضو سمعت كلام الدكتور عمرو، سمعت كلام الوزيرة لما بتقولك ان يجب ان ايه، ان يكون في ثقة في المواطن. انا يكون عندي ثقة لما تطلع لي بداتا ببيانات محددة. يعني ما ينفعش ان يطلع الدكتور عمرو يقول لي الاسباب مش معروفة ماتوا ليه، ما ينفعش. اذا كان هيقول الميرسا ممكن تيجي اللي هي ميكروب الميثيسيلين ريزيستنت ده، ممكن تيجي اون توب اوف انفلونزا، ممكن بس يعني تكون مضاعفه من مضاعفه مضاعفه الانفلونزا. يعني ده لا ينفي الانفلونزا، لا ينفي مع انه هو بيقولها لنفي الانفلونزا. لا ينفي، وهو لو قال انفلونزا ايه المشكله؟ يعني ما هو انا مش فاهم يعني ايه المشكله. لو قال انا عندي 5 ماتوا ولا حاجه خالص، بقول لحضرتك من 3 ل 36 الف بيموتوا في الولايات المتحده كل سنه من الانفلونزا، و380 الف يدخلوا مستشفيات من الانفلونزا العاديه اللي هي السترين العاديه اللي هي H1N1. السنه دي زي ما بقول لك، لو عايز حضرتك تجيب لي وزيره الصحه بتقول ثقه او اديني النوع من فاعملي لي بيان زي ده، اعملي لي بيان زي ده. ببص بقى الاسبوع الاخير، الاسبوع اللي فات في الولايات المتحده طلع البيان ازاي. تم فحص 9514 عينه خلال الاسبوع، خلاص ظهرت عليهم اعراض الانفلونزا، تبين ان 21% 21.1% منهم ايجابيه لفيروس الانفلونزا. النوع السائد H1N1 هو نفس النوع اللي احنا بنقول عليه، بنطلق عليه انفلونزا الخنازير، وهي ما فيش انفلونزا الخنازير، دي انفلونزا موسميه. شوف بقى يقول لك هناك نسبه اعلى في نفس الاسبوع، يعني النسبه دي نسبه الاصابه دي اعلى من نفس الاسبوع من العام اللي فات، لان السنه اللي فاتت السنه دي اصبحت 8.8%، السنه اللي فاتت في نفس الاسبوع كانت 7.3%. فيبقى انا عندي رصد لايه؟ لمستوى انتشار العدوى، ان في السنه دي بدات العدوى تعلى. 9 حالات وفيات اطفال خلال الاسبوع اللي فات، 9 حالات اطفال وفيات ده في الولايات في الولايات المتحدة الاسبوع اللي فات. هناك نسبة 20 من بين كل 100,000 من السكان دخلوا المستشفى بسبب الانفلونزا اللي هي الانفلونزا الموسمية. التردد على العيادات الخارجية، الناس اللي جات بأعراض انفلونزا نسبة إصابتهم بالانفلونزا اللي طلعوا منهم عندهم انفلونزا 3.3%، خلاص. نسبة الإصابة بـ H1N1 كانت 59%، وال H3N2 كانت 1.6%، والباقي ما تعلمهمش البتاع. يعني بيعملوا لهم إلايزا بتطلع بعد ساعة في العيادة الخارجية. بالظبط. فإذا لا التشخيص مشكلة، خلاص، ولا إنه حد يصاب مشكلة. المشكلة في إن إحنا مش عارفين إزاي نقي ولا نوعي الناس ولا نظهر الموضوع بالصورة العلمية المظبوطة اللي يجب إن هي تطلع للناس. انا مندهش جدا ان حد لغايه اول امبارح، لغايه انا ما كتبت في الاهرام النهارده ان مفيش حاجه اسمها انفلونزا موسميه. يا جماعه مش معقول مفيش حاجه اسمها انفلونزا الخنازير. يعني ايه خنازير ايه ده؟ هيومن تو هيومن، يعني بني ادم لبني ادم، دي انفلونزا موسميه عاديه. لغايه لما بيطلع ناس مسؤولين من وزاره الصحه يقولوا انفلونزا الخنازير. طب ازاي يا جماعه؟ ما لازم تطلعوا الكلام العلمي، حتى نطلعه بدقة. يعني ما تسيبوش الناس تستغرب. لما أنا كمسؤول أطلع أقول إن أنا عندي إنفلونزا موسمية والإنفلونزا ممكن تموت يا جماعة، بس وقايتها كذا وكذا وكذا، وإنك أنت لو رحت بأعراض إنفلونزا والأعراض دي، خد بال حضرتك إن الأعراض دي بدأت يعني تبقى أشد شوية من يعني السنة اللي فاتت، ولكن لسه الفيروس زي ما هو، يعني ما تحورش، يعني هو نفس الفيروس بتاع السنة اللي فات، وهو اللي موجود في التطعيم نفس السلالة.
وبيزيد بس يعني دي ميزه ان اللي جاله السنه اللي فاتت ما يجيلوش السنه دي عنده مناعه يعني واللي طعم ما يجيلوش الى حد ما عشان ما حصلش ميوتيشن الى حد ما الى حد كبير يعني لكن ممكن يعني يعيا بس ما اللي طعم ما, ما, ما مش ممكن هيموت منها يعني باذن الله يعني لكن يعني ممكن يعيا لكن يعيا بحاجه بسيطه ما يحصلوش المضاعفات الفظيعه. الانفلونزا بشكل عام التطعيم بنقول يعني رقنا نشف من اكتوبر اللي فات يا جماعه الطعاموا ضد الانفلونزا يعني دعوه منك لكل المواطنين انهم يطعموا من الانفلونزا الى حد كبير اللي ما تعرضش لعدوى دلوقتي يعني اللي ما عندوش مبادئ عدوى يطعم لغايه دلوقتي لان الموسم لسه في البيك بتاعه في فبراير. طب والناس ما الناس يقول لك انا محمي نفسي قبل ما تجيلي لا اللي ما ظهرتش عليه اي اعراض لانفلونزا او برد لمده يومين خلال الشهرين اللي فاتوا يطعم بالظبط يبقى ده ما جالوش عدوى لغايه دلوقتي انما اللي جاله خلاص عنده مناعه حتى لو جات له تاني مش ممكن تكون عندها نفس القوه اللي بتاعت اول مره واي حد بقى تبدا تظهر عليه الاعراض يعني بهذا الشكل ينبغي انه يتوجه للاطباء او للمستشفيات الحميات او الصدر واتيفر هم يعني حسب مكانه ويبدا التامي فلو يعني بياخدوا العينه منه ويبدا العلاج ما يستناش يعني لو انا عندي شك في الانفلونزا يبقى الانفلونزا العاديه اخد تامي فلو طبعا وعلى فكره التامي فلو يتاخد في اول 48 ساعه ليه لانه الفيروس بيعدي عن طريق حاجتين حاجه اسمها الهيماجلوتينين اللي هو ينقل العدوى من شخص الى اخر وده بيجي عن طريق جهاز تنفسي الحاجه الثانيه النيورامينيديز اللي هو بعد ما العدوى تخش على الجهاز التنفسي ينشر العدوى داخل الجسم فالتامي فلو بيشتغل على النيورامينيديز ده اللي هو ايه ينشر العدوى داخل الجسم فحتى لو حضرتك اخذت العدوى التامي فلو يمنع الايه انتشارها داخل الجسم وحدوث مضاعفات طب ما ده معنى كده انه كل بيت لازم يبقى فيه دلوقتي ويمنع انت تعدي حد تاني كل بيت لازم يبقى فيه التامي فلو دلوقتي طب ما نقول اعراض الانفلونزا عشان في حاجه اسمها انفلونزا لايك سيمتومز يعني في كذا مرض بيدي اعراض الانفلونزا لازم عشان يعني اقول ان دي انفلونزا لازم نمره واحد يكون في حراره ازيد من 38 نمره 2 ازيد من 38 يعني ما ينفعش حكايه ان واحد نص درجه ويقول لك دي انفلونزا لا ممكن يكون برد فيروس البرد كومن كولد ممكن يكون اي فيروس من الفيروسات بتاعت الجهاز التنفسي احنا حتى بنتعامل مع البرد على انها انفلونزا ده غلط ده مش مظبوط التامي فلو ما ينفع يعني ملوش لازمه في الحاله دي يبقى الانفلونزا لازم تكون حراره لازم يكون عندي التهابات في الجهاز التنفسي بتبدا في الجزء العلوي بيكون عندي الام شديده جدا في العظم الام شديده في العضلات ميل للنوم احساس صداع شديد جدا فدي الكحه طبعا بتبدا بكحه غالبا بتكون جافه وبعدين تبدا تعمل نوع من اللي عنده ده يعني قبل ما يعرف ده وباء ولا مش وباء ده ياخد التاموفلو لانه التاموفلو في اذهاننا انه انفلونزا الخنازير لا خالص ده لاي نوع من الانفلونزا سواء الاي او البي وبعدين الانفلونزا بشكل عام ينبغي الراحه التامه في لانه يعني ما ينفعش ابدا ان الواحد يقول لك انا واخد الانفلونزا على رجلي ده كلام فارغ يعني ما ينفعش على رجل ازاي يعني اقول لك انا يعني بقاوح يعني ايوه احنا كنا بيبقى عندنا انفلونزا ونلعب كوره يا دكتور ايه اللي حصل ان الدنيا اختلفت الفيروس بيتغير والمناعه بتاعتنا بتضعف انت حضرتك متخيل ان اللي بيحصل في البلد ده ما ياثرش على مناعتنا لازم طبعا ياثر على مناعتنا المناعه اختلفت طبعا اختلفت بلس انك انت لازم تشرب سوائل كتير لازم تاخد بالك من غسيل الايدين غسيل الايدين بينقذ مليون شخص كل سنه من الموت غسيل الايدين ديفينتلي انت عارف حضرتك ان معظم انتقالات العدوى بالانفلونزا عن طريق ملامسه مش عن طريق الـ المفروض هي عن طريق الرذاذ لا وغسيل الايدين بس مش بيقي من الانفلونزا بس واعتقد الحاجات التانية كتير بقول لحضرتك من الموت من الموت يعني ده تقرير في لانست في مجله لانست انه مليون شخص كل سنه من عن طريق غسيل الايدين تقدر بيجيب امراض شايف غسيل الايدين بشكل مستمر يعني الموت لو الناس اللي بتغسل ايديها عملوا بشكل مستمر يعني بالظبط دي حاجه الحاجه الثانيه الناس اللي تبقى قاعد معاها وتعطس في ايديها
ويجي يسلم على حضرتك وبعدين يبوسك والكلام ده كله، كل ده كلام غير صحي. النقطة المهمة اللي اتقالت برضو في كلام الدكتور عمرو، حكاية انه بيدوا التطعيم للأطباء، دي نقطة في غاية الأهمية. أنا الحقيقة ما صادفنيش ان حد من الدكاترة أخذ هذا التطعيم، يعني في اللي انا اعرفهم في زملائنا. بس مهم ان الطبيب ياخد التطعيم، ده مهم جدا، مهم يبقى جدا. يبقى الدكتور عمرو ما هو بيقول لك احنا الاطباء خدوا التطعيم والدكتور خالد بينفي. لا، ما هو الحقيقه انا ما صادفنيش ان حد اخد هذا التطعيم في المستشفيات اللي انا اعرفها يعني. لكن اذا كان هو بيقول هذا الكلام يبقى يجب انه يتابع حكايه انهم لازم ياخدوا التطعيم كل سنه في اكتوبر. لازم الاشخاص اللي هم عندهم الـ القدره على ان هم ينقلوا العدوى يعني، او بيتعاملوا مع الناس في المستشفيات سواء ممرضات او اطباء او غيره، دول لازم ياخدوا برضو هذا التطعيم. طيب التاموفلو ده ما هو احيانا مش موجود يا دكتور؟ لا موجود. واحيانا غالي؟ لا موجود على فكره. لا موجود. يعني احيانا فوق طاقه العائلات. المفروض يعني بقى ان مستشفيات الصدر ومستشفيات الحميات والحاجات دي توفروا، بحيث ان هو لو في اي شك بعد ما ياخدوا العينه على طول الناس دي بتروح تاخد من الصيدليات. في نوع مصري ونوع مستورد. النوع المصري ثمنه ارخص كتير من المستورد، عشر الثمن تقريبا. وبعدين النوع المصري النوع المصري كويس يعني ومفيد وموجود في كل الصيدليات. موجود معنا ناس بيقولوا مش لاقينه. لا مهم جدا، نقطه مهمه لازم اقولها برضو، انه الانفلونزا عندما تاتي الى شخص عنده مرض او حاجه مزمنه بتبقى اكتر، بلس انها لما بتيجي للاطفال من 6 شهور لخمس سنين بتبقى اقوى، لما بتيجي لكبار السن فوق 65 سنه بتبقى اكتر. الناس اللي عندها امراض مزمنه زي السكر والربو والحاجات اللي هي في الصدر دي، ايضا الناس اللي عندها مشاكل في المناعه زي مرضى الايدز وغيره، الناس اللي عندها مشاكل في القلب او المزمنه في القلب او غيره، كل دي لما بيحصل لها الانفلونزا الفيروس بيبقى اكثر شراسه واكثر تمكن من انه يحدث مضاعفات خطيره. طيب يعني دي النصائح اللي بتقدمها دكتور عبد الهادي للمواطنين، انه يعمل ايه يعني لما توصل درجة الحرارة عنده 38، ولما يبقى فيه التهابات في الجزء الأعلى من الجهاز التنفسي، وأيضا لما يبقى فيه الكحة وألام في العظم وتكسير وميل للنوم هنا وصداع هنا، على طول يعني تاخد التاموفلو على طول وتريح ترتاح. يعني أنا أفضل أنه ياخد رأي طبيب برضو علشان يسمع الصدره ويشوف الدنيا ماشية ازاي عنده، هل في سكري في بلغم في حاجات زي بس كده. الناس بتاخد الأدوية التقليدية اللي اعتادت عليها، ما حدش بيروح دماغه للتاموفلو. لا ده ما ده دي نقطة مش صح طبعا. يعني عايز اقول لحضرتك ان التاموفلو ايضا ساعات في بعض الحالات بيبقى خلق نوع من المقاومة، يعني في بعض الحالات اللي الفيروس ما بيستجبش فيها للتاموفلو، زي المضادات الحيوية من لما بنستخدمها كتير فبتبدأ تعمل نوع من المقاومة. فاحنا يعني بشكل عام الرجاء الوقاية خير من العلاج. انا ارجو ان يكون عندنا فكر في انفلونزا، ايوة في انفلونزا، الانفلونزا ممكن تعمل مضاعفات، ايوة، وبالذات عند الناس اللي عندها pre-existing condition او حالة مرضية سابقة بتدعم ده. هل الوقاية من خلال التطعيم؟ كل سنة أرجوكوا خدوا التطعيم في أكتوبر، أرجوكوا، يعني دي نقطة مهمة جدا. التطعيم اللي موجود دلوقتي هل هو اللي ماشي مع السلالة اللي ماشية دي اللي هي بتاعت الإنفلونزا الموسمية؟ أيوة، هو نفس التطعيم ما تغيرش، فبالتالي هيدي. طب هو بيقولوا لي خليتهم يسألوا في شوية صيدليات كده ما فيش إلا التاموفلو المستورد والمصري مش موجود، مستورد ده يعني فوق طاقة. لا يبقى حضرتك تكلم الوزيرة بكرة بقى، المفروض ان هي توفر هذا الدواء في هذا الموسم، لان احنا في البيك، احنا في قمة الموسم يعني. طيب بس التطعيم في شهر اكتوبر يعني على الناس كلها انها تطعم نفسها في شهر اكتوبر وتخلق يعني طبعاً الحل؟ طبعا، واللي عنده مشكلة صحية وما تطعمش وما هواش مريض ممكن يطعم في اي وقت.
طيب دي بعض النصائح المهمة جدا المتعلقة بالإنفلونزا. هختم دكتور خالد. واضح كده اللي طالع للرأي العام ان في خناقة وفي معركة محتدمة بين وزارة الصحة وبين نقابة الأطباء. أنتم مخلصون في ما تقدمونه من حقائق ومعلومات ولا عندكم خصومة مع وزارة الصحة بسبب مشاكل الكادر والفلوس والمرتبات ومثل هذه الأمور؟ احنا عشان انا برضو سمعت النهاردة محادثة مضحكة من المتحدث الرسمي لوزارة الصحة مع الدكتورة منى في احدى القنوات، فهو بيقول لها دكتورة انت بتيجي في الاجتماعات تكلموا على الفلوس بس. طبعا الكلام ده غير حقيقي. احنا وصلنا معاهم في وزارة الصحة اللي احنا قلنا لهم مش عايزين فلوس، تعالوا نشتغل على الجزء الإداري اللي هو يهم الأطباء، منه العلاج. يعني الأطباء اللي عيوا دول احنا بنلم لهم فلوس عشان ندفع لهم فلوس علاج، ومفيش تأمين صحي للأطباء. الطبيب اللي مات يعني الأولاني ده أول المولود عنده طفلين سنة وثلاث أسابيع. انا مش احنا كنا رافضين تماما ان نطلع زوجات الأطباء يعرضوا يعني يتكلموا بهذه الطريقة في الإعلام، وما اديناش نمر تليفوناتهم الا لما وزاره الصحه كدبت ان الناس دي ماتت. لا بالعكس، وكدبت ان هم ماتوا بهذه الاعراض وبتقول ان كل حاجه تمام. الناس دي ملهاش معاش. الطبيب اللي عنده 28 سنه ده ملوش معاش. ولاده يعني بنحاول نتصرف لهم في طريقه نزود لهم معاشات الى اخره. ده خلافنا مع وزاره الصحه، مش ان احنا عايزين فلوس. البلد ما فيهاش فلوس، طب خلاص يعني مش كل ما فيش وزاره ثانيه تطلع في نفس الوقت. إليكما بالشكر. وغدا هتكون معنا وزيرة الصحة اللي عنده أنا بس حاجة أخرانية بس يا أستاذ، إن أنا حبعت لحضرتك المخاطبات الرسمية اللي أرسلتها النقابة بالتحذيرات، لأن النهاردة كلام خطير جدا لما يطلع يعني مدير الطب الوقائي في وزارة الصحة ويقول ده ما حذروناش. في مكتبات رسمية هبعتها لحضرتك بالفاكس والإيميل وأعرضها للناس ونعرضها على إن شاء الله الوزيرة غدا. طيب في كل الأحوال أعتقد بأنه هذه القضية مهمة جدا للناس، على الناس أن تهتم بالمعلومات التي تداولناها وناقشناها. كمان يعني صحيح في خصومة بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة، لكن اللي يهمنا أنه يعني هذا الأسلوب يجب أن ينتهي، أنه كل شيء تمام حتى نعفي أنفسنا من المسؤولية، وحتى نقول بأنه الوزارة تقوم بأداء دورها. علينا أن نوعي الناس وأيضا نحاول أن نواجه المخاطر. غدا حلقة جديدة إن شاء الله، تصبحون على وطن.